هذا وتتميز مملكة البحرين بتاريخ عريق وإرث حضاري في قطاع اللؤلؤ، ويعتبر توثيق مسار اللؤلؤ على لائحة التراث الإنساني العالمي لليونسكو علامة بارزة وإنجازا عالميا متميز. نعم، حيث يعد مسار اللؤلؤ من المشاريع السياحية والثقافية والتراثية المميزة التي تجمع الأصالة والحداثة بشكل فريد. مسار اللؤلؤ متحف فضاءه الهواء الطلق وتاريخه حقبة زمنية تعاقبت على مملكة البحرين، حيث كان اللؤلؤ عماد اقتصادها قبل اكتشاف النفط. يعتبر مسار اللؤلؤ ثاني المعالم التراثية في مملكة البحرين التي تم إدراجها على قائمة التراث العالمي لليونسكو في عام 2012، حيث يمتد لمسافة تزيد على 3 كيلومترات عبر محطات تراثية وبيوت بحرينية تاريخية، تبدأ من هيرات اللؤلؤ قرب قلعة بوماهر إلى بيت سيادي في قلب المحرق. كما يوضح مسار اللؤلؤ للزائر المسار الذي يعيشه اللؤلؤ البحريني منذ لحظة خروجه من قاع البحر وحتى وصوله إلى الأسواق العالمية، حيث تعتبر اللؤلؤة البحرينية من أفضل اللآلئ الطبيعية في العالم، وتتفرد كل لؤلؤة بقصتها. هذا ويتضمن المسار 16 مبنى أثريا تاريخيا والعديد من الساحات العامة، بالإضافة إلى مركز الزوار الرئيس. كما يروي مسار اللؤلؤ أخبارا عن العاملين في إنتاجه بألقابهم الشهيرة التي عرفوا بها كالطواش والغواص والنوخذة، ويروي حكايات عن الحياة البحرينية القديمة.